بإشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية، تعلن محافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار عن تنظيم الطبعة 23 للصالون الدولي للسياحة والأسفار سيتاب، وذلك في الفترة من 30 ماي إلى 2 جوان 2024 بقصر المعارض الجناح المركزي الصنوبر البحري الجزائر العاصمة. فعلى الراغبين في المشاركة من داخل الوطن وخارجه من وكالات سياحية وأسفار، مؤسسات فندقية ومنشآت الاستقبال، بنوك وشركات التأمينات، مؤسسات النقل وكالات الاتصال، جمعيات ومؤسسات ناشئة. تصفح الموقع الإلكتروني للصالون sitab.com للإطلاع على كيفية التسجيل والمشاركة. لا تفوت فرصة المشاركة في أبرز حدث سياحي في الجزائر 2024.